خيرك للمشاهدين. اليوم نهار الاثنين ب 2 جانوري 2017 عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. يعني من المؤسف جدا انه واحد يطلع باثنين الشهر بدل ما يطلع يعايد الناس يضحك يقول للناس ابتسموا اضحكوا مع بدايه عام جديد، واحد يحس حاله انه للاسف الشديد ما قادر يقول شيء من هالكلام الحلو، ما قادر يقول ان الله يرحم الضحايا اللي استشهدوا بتركيا مع ليله راس السنه، وايضا الله يشفي كل الجرحى اللي اصيبوا بهالليله اللي للاسف كانت ليله مشؤومه بتركيا من بعد ما دخل شخص ما في واحد يقول عنه شيء. شو بده يقول واحد عنه؟ مجنون؟ محشش؟ مريض؟ اخذ ادويه؟ كان عنده كل الوقت هيك دروس عم تحشيله براسه انه هدول الاشخاص ايه ممكن واحد يفوت ويقتلهم هيك بطريقه كثير عشوائيه؟ كيف شخص بعقله الطبيعي ممكن يكون حامل رشاش كبير ويفوت يقتل يعني يصيب 100 شخص، 40 منهم تقريبا للاسف يستشهدوا ويموتوا و70 منهم يكونوا موجودين بالمستشفيات، يعني عدد كثير كبير كان موجود من الاشخاص فوق 600 شخص، اشخاص كثير هربوا ركضوا نطوا بالبوسفور لحتى يهربوا من مصيرهم المشؤوم، انما كيف شخص بعقله الطبيعي قادر يفوت ويمسك رشاش ويرش كل هالناس والبشر قدامه وهن موجودين عم يحتفلوا بس ذنبهم الوحيد انه عم يحتفلوا بليله راس السنه. للاسف الشديد بعدنا لغايه اليوم عم نشوف هالشر، هالشر اللي موجود بقلوب الناس، هالشر اللي موجود بعقول الناس، هالشر اللي موجود بالاشخاص اللي عم بينفذوا واللي عم بيحققوا واللي عم يقدروا كمان يحشوا بعقول، انا ما فيني اقول الا كلمه ثانيه انه يحشوا بعقولهم يضحكوا عليهم، ما بعرف بشو، ما بعرف بأي جايزة، ما بعرف بشو هي الأشياء اللي بيوعدون إياها. يعني واحد بده يقول يمكن بيوعدون أوقات بجوائز على الأرض، أوقات بجوائز سماوية، أوقات بجوائز واحد ما في يتخيلها وما في عقل يقدر يتقبلها، غير إنه نقول يا رب إن شاء الله هالأيام اللي جاية هال 2017 تبدأ من بعد ما انتهت مع هالحدث المؤسف إنه ترجع تبدأ بأحداث جديدة، أحداث حلوة، بكفينا بقى. بكفي بقى هالعقول المجرمة تكون عم تتحكم بمصير شبابنا، بمصير أهلنا، بمصير شخص أو أي شخص موجود بأي مكان بالعالم، لأنه صرنا نشعر فعلا أنه أي شخص مهدد وين ما كان بأي بقاع من الأرض. اليوم عالم صباح رح يكون عنده محطات عديدة بهالنهار اللي رح يكون معنا كمان محطات عديدة مع الشيف حسين. صباح الخير شيف. صباحو فيدا. اليوم شو عنا اليوم أطباق؟ اليوم حضرين ثلاث أطباق، طبق كيك سميد. شو هو كيك سميد؟ رح نتعرف عليه خلال حلقتنا. كمان في عنا بامية باللحمة وفي عنا شوربة الحبوب. لكن أنا بقول غيدة لكل المشاهدين يتابعونا خلال فقرات رشة ملح لحتى نحضر هالأطباق أنا وياهم. أكيد شيف رح نرجع لعندك اليوم تباعا بخلال عالم الصباح، بس بدايته مثل العادة بتكون مع كارمن والأبراج. يوم الاثنين 2 كانون الثاني يناير، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الدلو حتى منتصف النهار بينتقل من بعدها لبرج مائي برج برج الحوت. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل نصيحه، خلص شغلك قبل منتصف النهار توقيت بيروت، لانه بعد الظهر رح بيكون في عندك تاخير مراوحه مكان ويمكن تكون زعلان، النتيجه مش رح صالحك، وبتبقى المواليد الاقل حظا نسبيا اليوم 10 و11 نيسان ابريل. بنكمل مع برج الثور. بالنسبة لبرج الثور الأجواء عندك اليوم بتحمل بعض التقدم، بتحمل بعض الإيجابيات، بتحمل أيضا نشاطات بترتاح لها خاصة بعد الظهر، لأنه رح بيصير في تعاون معك، رح بتحس حالك أنه منك لحالك، وحتى رح تبلش تشوف نوع من حلول بانتظارك. إذا الوقت بيتحسن ابتداء منتصف النهار، والأكثر حظا هي مواليد 8 و9 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء ببلش الأمور تتعرقل شوي ابتداء منتصف النهار، بس لما القمر بيصير ببرج الحوت بيصير في عنا نوع من مربع مع شمسك ومع برجك، وبالتالي بتبلش تحس أنك مزعوج متضايق والمسؤوليات كبيرة. حاول تاخذ الأمور بكل هدوء وبمنطق. الأكثر تعبا 12 ل 14 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان الأجواء عندك بدها تتحرك إلى الأفضل، 5 أيام أنت متضايق، 5 أيام مزعوج، 5 أيام منك مرتاح على الوضع. المهم هلأ أنت دخلت بالسنة الجديدة وعند منتصف النهار بتبلش الأمور تتحسن، بتبلش تحس أنه صار في نوع من انسجام معك، رح بيصير في نوع من تعاطف معك، وهذا شيء إيجابي جدا. تبقى المواليد الأوفر حظا والأنشط هي مواليد حزيران يونيو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد يومين والقمر معاكسك، يومين وحاسس أنه ظروف مش لإلك مش لصالحك، ومعك كل الحق، الأجواء منا معك،
كل شيء بتتعبه، كل شيء انت عم بتقدمه بتحس انه الامور منا ظابطه بالرغم من مجهودك الكبير اللي انت حاطه. ابتداء من منتصف النهار بتوقيت بيروت بتبلش هالعراقيل تزيح من دربك وبتصير الامور بالنسبه لك ميسره نسبيا. الاكثر حظا 13 14 و15 اب اغسطس. بكمل مع برج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء ما تنطر لحتى القمر يوصل بمنتصف النهار لبرج الحوت، لانه عندئذ بتبلش الامور عندك تتعرقل، عندئذ ببلش مولود برج العذراء يحس حاله انه مزعوج، متضايق، معصب، خلقه ضيق، بده يفش خلقه بالاخرين. حاول مولود برج العذراء انك تحكي بالامور، تيسر الامور، تحكي فيها بمعنى انك تمشي فيها. عفوا. وحاول انه تطلب مساعده من حدا. احتمال انه احد افراد العائله، احد احبائك يكون شوي تعبان او بحاجه لمساعدتك ايضا. الاكثر تعبا 1 2 و3 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان يعني قرب القمر ينتقل من موقع دلو يلي هو صديق لك بينسجم معك، ينتقل لبرج الحوت. يعني عندك بس كم ساعة للساعة 12 الظهر توقيت بيروت، الجو حلو، الجو معك، الجو بيتعاطف معك. بعد الساعة 12 الجو تقريبا بصير تقيل، بتصير مزعج، بصير مرهق على أعصابك وبيكون متطلب أيضا صحيا. الأكثر حظا بالرغم من هالجو 14 و15 أكتوبر تشرين الأول. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب من الابراج اللي رح تفرح كثير مع انتقال القمر لبرج الحوت، رح تفرح كثير، رح تنبسط كثير، رح تتعاطف الناس معك، رح بصير في جو من الالفه، من الانسجام معك. مولود برج العقرب حظوظ نجاحك وتوفيقك اكبر بكثير ابتداء منتصف النهار، فما تنزع قبل الظهر، والاوفر حظا رح بيكون مولود اكتوبر. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس الأجواء إلى تغيير، وهالتغيير منه كتير مريح لأعصابك، بالعكس ابتداء منتصف النهار مولود برج القوس يصير منكمش على ذاته، مزعوج، متضايق، معصب، ضيق خلقه، ما عم بيركز، ما بيتمرد، ما بده يشتغل، بده يرجع البيت، بحس حاله انه بحاجه انه يكون ببيته لسبب او لاخر. حاول ما ياثر هالشيء على ادائك. 13 14 و15 ديسمبر الاقل حظا. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي ما في خوف على مولود برج الجدي، لأنه الجو عنده متقلب بطريقة إيجابية، قبل الظهر، بعد الظهر، المساء، بكرة، بعد بكرة، الجو عم بيركض ركض لحتى يساعد مولود برج الجدي. ما رح نقول أنه عم يتآمر معك، بس الجو ماشي بالطريق الصحيح لحتى يتعاطف معك ويعطيك الحظ. أجواء مهمة جدا بترافقك، لا سيما إذا كنت من مواليد شهر كانون الأول ديسمبر. كمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو الجو عنده صار له يومين مقبول، الجو مقبول لأنه القمر ببرجك، القمر بعده هلأ موجود ببرجك، على الظهر بينتقل للبيت الثاني بيت المال، وهون عند منتصف النهار تتغير نوعية الوقت. من هلأ لمنتصف النهار الجو معك، لكن ابتداء منتصف النهار بيدخل مولود برج الدلو بمتاهة أو بدوامة من الضياع أو التعب أو القلق يلي له علاقة بمسائل مادية مالية أو بعلامات معينة بتقييم لإلك، فكون حذر. الأوفر حظا برغم من هالجو 10 11 17 و18 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت القمر بيوصل لبرجك عند الساعة 12 الظهر توقيت بيروت فقط لغير، ابتداء من 12 بتتغير الامور راسا على عقب لصالحك 180 درجه، بتصير الامور لصالحك. من هلا الساعه 12 ما في شيء، ما في جواب، الجو فارغ، الجو فاشل، الجو ما بيحمل حظوظ، فانتبه وفتح عينيك ودينيك. ابتداء من الساعه 12 احتمال تبلش تسمع الاجوبه اللي انت بدك اياها. كون حذر جدا 1 2 و3 اذار مارس. الاكثر حظا رح بيكون مولود 19 20 و21 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة مهمة، سنة جيدة جدا، سنة فيها تغييرات على الصعيد المهني والاجتماعي، هنالك أيضا أرباح، هنالك تقدم، وهنالك إنجازات. كانون 2 يناير، أيار مايو، أيلول سبتمبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي.
رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيفنا باستوديو، خليكن معنا.